اتصل بكادر الأئمة والدعاء وتحسين دخولهم. نحن نعمل على اتجاهين، اتجاه الكادر واتجاه التحسين العاجل إلى أن يتم اعتماد الكادر. وبما أننا ننظر أن الأمر لا يقف عند حدود المرتبات للاهتمام بالجانب الصحي، خصصنا 4 ملايين جنيه كمرحلة أولى فقط، مرحلة أولى لتطوير مستشفى الدعاء مع التواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدني للإسهام الضخمة في تطوير هذه المستشفى لتكون واحدة من أفضل المستشفيات في مصر بما يليق بوضع الدعاء والعاملين بالأوقاف، ونؤمل أيضا أن يكون ذلك قريبا. المساجد هي بيوت الله الآمنة، لن يزعج فيها أحد، فهي بيوت الأمن لا بيوت الطاولة. فقط حددنا أننا سنضع كاميرات فقط على صناديق النزول فقط لمراقبة حركة صناديق النزول، عشان تبقى أي حد مين بتقطع إيده. والشيخ علاء بيقول وجدت في أكثر، لكن هنستكمل كل مسجد فيه صناديق نزول هيبقى فيه كاميرا على غرفة صناديق الإيه؟ النزول، سواء فيما يدخل أو خروج، دي الشغلة 24 ساعة، والفتح يبقى مصور، وبنعمل بالفيديو كونفرنس وقت الآن بين هذه عشان تتفتح كمان واحنا قاعدين في الوزارة نتابع، وبنحدث كل الوسائل التكنولوجية للحفاظ على أموال الوزارة. أما الجانب الزوايا فكان الاجتماع الماضي الذي عقد يوم السبت كان الموضوع الأول في التوجيه الحاسم تجاه للسادة وكلاء الوزارة، ووزعنا عليهم المنشور الذي يقضي بحبس من يمارس الخطابة دون تصريح من الأوقاف لشهر أو بغرامة 100 جنيه أو إحدى العقوبتين. من لم يتعظ أي مسؤول لا يتعظ بوضع رئيسين خلف القضبان فلا يلومن إلا نفسه.